الذي انطلق في هذا المهرجان الاستثنائي مهرجان اكسبو. شكرا لقناة ياس وشكرا لمخرجنا حسين السيد. نتابع مشاهدينا المقدمة والمركز الاول والصدارة، اول من تطير بالصدارة هي كما نتابعها معكم على الهواء مباشرة. الله على هذه ايضا التي تقدم هذا العرض الجميل والعرض الكبير والشعار الجميل في مقدمة الشوط، شعار بن نصيب السبوسي. نعم هي من خطفت الاضواء مبكرا، هي من بدأت بهذا الاندفاع لعبيد بن نصيب. هي ما شاء الله شغف وشغف ما شاء الله. المركز الثاني الغدوم التقدم من قبلتي، وصلت وبدأت تتسلل. الله على قطنة لحمود بن هدوب بن سعيد العمري، هذه الضيف القادمة. المركز الثالث والغدوم والتقدم من وصول شعار خميس بن سالم الهاشمي، وصل ايضا في المركز الثالث. واللي غيرت الان شعار محمد بن مبارك بن عثعيث العامري مع مرموقة. يا سلام، وصول اخر وتقدم في المركز الان الخامس، التي وصلت في المركز الخامس. الخامسة هنا وصول، هنا تقدم. شوفوا القادمين، شوفوا ايضا مرموقة اخرى لحمد محمد ابن الوهيبي اللي قادمة. يا سلام يا بن رامس، يا سلام اللي وصلت المركز السابع سمحة لعبد الله بن حميد بن مطر الدرعي، والقدوم من قبل شديدة لمبارك بن علي بن مسلم المنصوري. هذه اللي قادمة، هذه اللي تبع المراكز الاولى يا المنصوري. يا سلام يا سلام يا سلام الله على الطيب، عدد ما تدري زواريها كم سبوق نيات من كل حد الصوب ما تغيب ضرعيها. الله عودتنا الى ابو محمد، عودتنا الى بن نصيب عبيد بن نصيب السبوسي، متمسك من البداية بالمركز الاول بالصدارة. راحت ما شاء الله، هذه امامكم اللي هي شفق الله يا شفق. وصل المنصوري اللي قلنا تبع متابعة تبع مراقبة شديدة لمبارك بن علي بن مسلم المنصوري. بدأ يتقدم، بدأ ينطلق مع السبوسي. هذا اللي راحن، المنصة بانت وكل شيء بان. الله شوف الاثنين اللي قادن الشوط، اللي قدم عرض بكرة السبوسي وبكرة المنصوري. المركز الثالث اتحركوا الشباب، اتحركت شقرة لراشد بن عبد الله المتفيج الكتبي، قادم المتفيج. المركز الثالث والمركز الرابع، شوف اللي وصلت وليفة لأحمد بن محمد بالعوضي، شعار بالعوضي وصل بقوة الأقوياء. واللي غيرت الآن، شوف الانطلاق، شوف القدوم، وركسي واثباوي. الله الصدارة، راح المنصوري، راحت بكرة المنصوري ما شاء الله شديدة لمبارك بن علي بن مسلم المنصوري. الله سلمت يداك يا ابو علي، مبارك بن علي بن مسلم المنصوري. عبيد بن عتيق، عبيد يا سلام بن نصيب السبوسي، عاد مرة اخرى مع شفق. يا السبوسي يا بن مسلم، يا بن مسلم يا المنصوري. الشوط شوفوا المعركة. سلام يا ابو علي، سلام لمبارك بن علي بن مسلم المنصوري، سلام وسباوي، سلام. ما شاء الله السبوسي ما قصرت، الله يقول حق لعبيد بن نصيب ابو محمد ايضا في الفوتو فينيش. المركز الثالث التي وصلت سمحة لمحمد بن عبيد بن سويد العامري. المركز الرابع وليفة لأحمد محمد بالعوض بن هاني. المركز الخامس
مركز الخامس كان وصول قوي من قبل شعار سهيل بن سعيد بن حرب العامري والتوقيت بالحركة البطيئة. مخرجنا حسين السيد مع قناة ياس يعطينا الفوت فينيش والإعادة، وفي الإعادة فات دائما عبر قناة ياس هذه التي وصلت تهانينا نزفها لراعي الوثب مبارك بن علي بن مسلم المنصوري بفوز شديدة، والعرض اللي قدمته ونحن توقعناها من نص الميدان. التوقيت الزمني، التوقيت الأفضل 5 دقائق 51.56 من الثانية، وتحطم التوقيت. المركز الثاني أيضا تهانينا بفوز شفق عبيد بن نصيب السمو السلام سويحان 5 دقائق 51.7 توقيت الجميل. المركز الثالث كمن نمبر 3 بلي دايركتر التي وصلت سمحة لمحمد بن عبيد بن سويد العامري، سلام لبعبيد ايضا قدم عرض جميل. الشوط حطم التوقيت ما شاء الله، الكل يسبق امامكم على الشاشة مشاهدينا. انا ايضا شعار بن سويد محمد بن عبيد بن سويد العامري مع سمحة في المركز الثالث مشاهدينا في كل مكان، وايضا وتهانينا والناموس على كل الاخوة الفائزين.